أستاذ أحمد، أريد نعرف شلون احتفلتوا بأجواء العيد؟ بداية نتحدث عن أهم ما تعني بمحافظة بابل من نقصان الخدمات، خصوصا بعد ما طرق للرأي العام من خلال لجنة الخدمات النيابية اللي بلغت 15% من مستوى الخدمات في محافظة بابل. للأسف في محافظة بابل عيد غير سعيد كان لكثير من المعوقات التي واكبت محافظة بابل، منها نقصان البنية التحتية ومنها نقصان المتنزهات ونقصان كثير من الخدمات في محافظة بابل. اليوم محافظة بابل تعاني ليس فقط على خصوص بخصوص الطابع الخدمي، ولكن هناك طابع صحي وكذلك طابع الكهرباء وكثير من الخدمات اللي تعاني من ناحية بابل. فمختصر لكيف عاش أهالي بابل في مرحلة العيد. مرحلة العيد كانت مرحلة مأساوية بالنسبة لأهالي بابل، لتراكم النفايات، لقلة الشوارع، لقلة الخدمات، الازدحام المتواكب في محافظة بابل، علما أن محافظة بابل محافظة متوسطة بين عديد من المحافظات اللي تمر في محافظة النجف وفي محافظة بغداد وفي محافظة كربلاء وغير من المحافظات اللي تعتبر محافظة بابل حلقة وصل لبقية المحافظات تعاني من الازدحامات وعدم البنية التحتية. في محافظة بابل كثير من اللقاءات ذكرنا في محافظة بابل، محافظة بابل في مركز المحافظة تمتلك فقط شارعين، الشارع الذي يربط بين المحافظات والشارع الذي يحتضن في محافظة بابل بالكامل الذي تم فيه الاحتفال. فهذا الشارع عائل للخراب، عائل للسقوط، عائل للدمار، اما الشارع اللي يتواصل بين واللي يربط بين المحافظات يا حبذا لكل المشاهدين اللي يسمعوني في محافظة بابل او كل وطن الحبيب ينزلون للشارع ويشوفون الدلاله انه دلاله حقيقيه انه ما يحدث في محافظه بابل من ماساه وخراب ودمار في هذا الشارع. شارع 60 اصبح كابوس لمحافظه بابل، شارع 60 الذي يربط بين عده محافظات اصبح وكانما اصبح هول من الدمار والخراب. عدم انجاز محافظه بابل، كثير من المحافظين قدموا الى محافظه بابل ولكن تراكم فساد، تراكم خصوصا في هذا المشروع، تراكم فساد، تراكم سرقه، تراكم كل اشكال السرقه اللي في محافظه بابل. فهذا المخطط الكامل في محافظه بابل وهذا ما عاشه ابناء محافظه بابل خصوصا في فتره العيد. يأسفنا صراحه، لا يعني نعم. يأسفنا يكون هذا هو واقع محافظه بابل.